بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. وزي ما انتم عارفين احنا بنهتم ايضا في بوضوح بالمشاكل الاجتماعيه قدر اهتمامنا بباقي المشاكل المحيطه بنا في حياتنا اليوميه. وعشان كده النهارده احنا بنفتح موضوع وبنناقش قضيه من القضايا الهامه جدا والخطيره، قضيه الاطفال اللي بلا هويه، او انت ساقط قيد، جملة يعاني منها أعداد ليست بالقليلة في المجتمع المصري. هناك المئات بل الآلاف من الذين أجبرتهم الظروف أن يكونوا بلا أوراق رسمية تثبت هويتهم ليعيشوا في متاهة طوال حياتهم سعيا وراء الحصول على شهادة ميلاد أو ما يدل على أنهم مواطنون مصريون صالحون. انعدام الهوية مشكلة قد تعيش مع أصحابها طوال حياتهم ليدخلوا إلى الدنيا ويخرجوا منها دون أن يشعر بهم أحد. النهاردة إحنا حنناقش هذه القضية الاجتماعية الهامة من خلال لقائنا مع عدد من أصحاب الحالات اللي هم عندهم معاناة يمكن صوتهم يسمعوا مسؤولين في البلد ديت ويحاولوا يشوفوا لهم حل لمشاكلهم. لكن خلوني قبل ما أبدأ أقدم لكم ضيوفي نشوف هذا التقرير عن قضية أطفال بلا هوية أو مواطنين بلا هوية. في مارس 2006 طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بضرورة اتخاذ تدابير تضمن حصول جميع الأطفال على شهادات ميلاد عند ولادتهم باعتبار أنها عامل أساسي في مكافحة الفقر. وبعد عام تقريبا من دعوة المنظمة قضت محكمة القضاء الإداري بمصر بإلزام الجهات المسؤولة بقيد أبناء الزواج العرفي ليحل هذا الحكم أزمة قرابة 25 ألف طفل أنذاك، بينما تبقى حتى اليوم أزمة ما يقرب من 7 ملايين مواطن بلا قيد في السجلات الرسمية للدولة. في مصر ملايين الأسماء التي لا يعرفها سوى من يتعامل معها بينما لا تعترف بها الدولة، ليخرج سنويا آلاف الأطفال بلا هوية ولا ملامح إدارية. يجد ساقط القيد نفسه بلا شهادة ميلاد، وبذلك فهو ممنوع من التعليم والرعاية الصحية والأمن والعمل. حاول كثيرون منهم تسوية أوضاعهم، لكن دوامة التعقيدات الإدارية كثيرا ما تدفعهم للتخلي عن الموضوع والقبول بالأمر الواقع. وما بين زواج عرفي أو زواج القاصرات أو الجهل والفقر أو حياة العشوائيات، يولد أطفال بأسماء لم ترد في أي سجل رسمي للدولة رغم وجودهم في الواقع، يكبرون ويمنحون الحياة لأسماء جديدة تتكرر معها نفس الحكاية، حكاية غياب الهوية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. وزي ما شفنا التقرير في مواطنين بلا هوية، موضوع الحقيقة موضوع متسع وكبير، لكن في الآخر زي ما قلت بني آدم بيتولد وما يطلعلوش شهادة ميلاد، ويموت وما يطلعلوش شهادة وفاة، وما أكثر هؤلاء. الحالة الأولى اللي معايا النهاردة حالة الأستاذ محمد عبد الرحمن محمد سليمان، ومعانا زوجته ومعانا ابنه أحمد، والحالة الثانية اللي هتكون معانا حالة الأستاذة نورة محمد. أنا برحب بحضراتكم. خلوني أبدأ الأول بحالة الأستاذ محمد عبد الرحمن. أستاذ محمد، زي ما الورق قدامي بيقول أو المعلومات، حضرتك عندك 61 سنة، تشتغل سروجي، ولظروف أنت هتقولها لنا ما عندكش شهادة ميلاد ليك، ومن ثم ما عندكش شهادة ميلاد لأولادك. احكي لي موضوع حكايتك، يقولها لي. عندي شهادة ميلاد، بس شهادة الميلاد دي الوالدة وأنا صغير عملتها، راحت عملتها من مصري لغير معين الجنسية، هي اللي حولتها الوالدة. فطبعا هي الوالدة جنسيتها ايه؟ الله يرحمها مصرية؟
مصريه هم مقيمين هنا، هو ما سافرش خالص، ما هو مولود هنا، مولود في مصر. سافر فين؟ انا مش عارف، انا عايز اعرف يعني الوالده جنسيتها اساسا ايه؟ البانيه؟ لا، الوالده جنسيتها مصريه. مصريه وبعدين هي زي ما تقول اتعرفت على ناس قالوا لها اعملي لابني كذا يعني كده غير معين الجنسيه وبتاع من مصري على اساس عشان ما تدخلنيش الجيش. يعني لما يتحط في البطاقه غير معين الجنسيه ما يخشش الجيش. ما يخشش الجيش. وبعدين اللي حصل ان انا ايه جيت اما طلع الاقامه طلع البطاقه بتاعتي مصريه قالوا لي انت كده غير معين الجنسيه، تروح تطلع من مستعطف الابره الجنسيه تطلع اقامه. رحت عملت الاقامه وبتاع وخلصتها. فاللي حصل اصبحت مقيم في مصر. في مصر لكن مش مواطن مصري. ومولود في مصر. ومولود في مصر. مولود في مصر. بعدين فاللي حصل ان انا جيت بعد كده اتجوزت، رحت اتجوزت الست دي من المنوفيه. اسم حضرتك ايه؟ معلش. اسمي نور الهدى مصطفى. نور الهدى مصطفى رشيد. نور الهدى مصطفى. اتفضل. بعدين فاللي حصل في ساعه الجواز يعني شبكتها واتجوزتها وبتاع، جينا طبعا المأذون ما رضيش يكتب. ليه؟ قال لك لا ده لازم نزل بتاع بلدنا ما رضيش يكتب عشان البطاقه بتاعته. نزلنا طبعا كان الوقت متاخر، نزلنا لان كنا يعني المأذون ما رضيش يكتب عشان معكش بطاقه اللي هو بتاع البلد. بتاع البلد. عشان معكش بطاقه. لا عشان هو ما بيكتبش بيقول لك اجنبي. اجنبي. فيكتب في الشهر العقاري. فانا طبعا ايه خدت الناس ونزلنا على حدائق القبه في مأذون شرعي ووالدها كان معاها وعمامها وكلهم، فكتبنا الكتاب شرعي وكتب في الورقه لحين يسجل في الشهر العقاري. يعني يعتبر عقد عرفي. عقد عرفي هو عقد شرعي في الشهر العقاري. يسجل في الشهر العقاري يعني اخد انا الورقه من المأذون اسجلها في الشهر العقاري. فروحنا لما نسجله في الشهر العقاري طلبوا 25,000 جنيه. لما رحت الشهر العقاري عشان يسجل. عشان تسجله. الكلام ده من 20 سنه ما كنتش شفت عبد الرحمن. قال لي طب انا تعمل قسايم اعمل عايزين 25,000 جنيه. قلت له ليه وانا اجنبي جاي من بره؟ ده انا مولود هنا في مصر ودي فلاحه ويعني مصريين يعني مش. قال لي لا يبقى كده ايه هنمشي لك يبقى 25,000 يبقى 15,000 جنيه. قلت له طب كده يعني ايه انا معيش انا المقدره دي، لان كان بالنسبه ايه كانت حاله البلد تعبانه وانا راجل العامل سروج يعني الحاله على قده. وكان كله بيسافر عليهم مفيش. فاللي حصل خدت المدام ورحت ماشي بقى. وكان معايا عبد الرحمن لسه مولود. عبد الرحمن ابنك؟ ده الكبير. احنا دلوقتي بقى معانا خمسه. معاكم خمسه؟ معاكم مين ومين؟ خمسه ولا معانا عبد الرحمن واحمد اللي معايا. ومعايا فايزه 16 سنه. احمد عندها كام سنه؟ 18. 18 ومعايا فايزه عندها 16 سنه عروسه. ما شاء الله. ومعايا يوسف 3 سنين. ايوه. ومعايا ليلى سنه ونص. ما شاء الله ربنا يخليهم. دول ولا تعليم ولا شهاده ميلاد ولا اي حاجه، معايا عبد الرحمن الكبير سواق. فلما بينزل يعني يروح يشوف اي مصنع او اي صنعه وكده ما فيش اي حد بيرضى يشغله. لا عشان بس افهم من حضرتك، يعني انت دلوقتي بعد ما اتجوزته كتبتوا العقد، العقد لم يتم توثيقه. ما تمش توثيقه. يعني من 20 سنه لغايه النهارده العقد ما توثقش. ما توثقش. خلفت عبد الرحمن. طلع له شهاده ميلاد؟ لا ما طلعلوش شهاده ميلاد، ما كناش وثقنا العقد. ما فيش قسايم. ما طلعلوش شهاده ميلاد؟ لا ما وثقناش العقد. يعني لغايه الان العقد ما توثقش ولغايه الان مش عارفه يعني عبد الرحمن ده على يعني رسميا مش موجود. كله رسميا مش موجود. الخمسه دول رسميا مش موجودين. أيوه. في نظر الحكومه المصريه مش موجودين. مش موجودين. ما اتولدوش في مصر. لا. منهم الاثنين الكبار يعني اللي المفروض ان هم بيشتغلوا وبيصرفوا يعني علينا في البيت قاعدين ما بيشتغلوش، لان كل لما ينزلوا يشتغلوا بتقابلهم صدف مش كويسه. يعني عبد الرحمن بيقابله مثلا حكومه عايز رخص او عايز بطاقه او عايز اي حاجه، راح مصانع يشتغل ما فيش ولا مصنع قدر يقبله. عايز حاجه تثبت شخصيته. طبعا ما هو البني ادم بيبقى عنده شويه ميلاد وبعدين لما بيتم سن 16 بيطلع له بطاقه او رقم قومي. مفيش. وسن 18 طلع الرخصه. ولا في تعليم ولا في شغل ولا في اي حاجه، وبنتي عروسه 16 سنه بيجي لها عرسان كتير قوي. فمش عارفه. هي صغيره فايزه بقى، اصغر من احمد. مش عارفه يعني اوافق باي حد بالنسبه اني ما اقدرش ان انا احكي او لا اقول لهم يعني ما لهاش شهاده ميلاد ولا يعني الخمس اولاد اللي عند حضرتك ما لهمش شهادات ميلاد ولا لهم بطايق. لا.
وحضرتك معكش غير ما يفيد انك انت غير معين الجنسيه. ايوه يعني ده باسبور، ده دي بطاقه يعني ولا ايه؟ دي زي اقامه بس حاليا دلوقتي معانا شهاده الميلاد بتاعته اللي هي صوره شهاده الميلاد مكتوب فيها هو كان مصري وتحول جنسيته الى غير معين الجنسيه. معايا شهاده الميلاد. انت ما عندكش اخوات طيب مصريين؟ عندي اختي شقيقتي مصريه معاها ما يفيد انها مصريه، معاها شهاده الميلاد مصريه. اشمعنى اختك معاها وانت معاكش؟ علشان هي اتجوزت مصري فخدت الجنسيه المصريه، يعني هي متجوزه مصري. يعني والدتي اختها هم اساسا مصريين، هم مش هي. عفوا معلش عشان بس افهم، هي والدتك اتجوزت كام واحد؟ اتجوزت اثنين. اثنين. والدك؟ والدي ده كان جنسيته ايه؟ والدي كان جنسيته الباني. الباني. فانت اصبحت عشان والدك الباني فانت غير معرف الجنسيه. أيوه. تمام. بعد ما طلعت من والدك اتجوزت مين؟ اتجوزت واحد مصري. مين؟ مصري. لما اتجوزت مصري يبقى اولادها كلهم مصريين. مظبوط، لانهم يعني انت اخواتك عندهم شهادات ميلاد. في عندي بقى اختي اللي هي شقيقتي معايا. اللي هي من ابويا الاولاني ده. بس دي عشان اتجوزت مصري خدت الجنسيه، لكن اخواتك الغير شقاء معاهم الجنسيه المصريه. ايوه. طب وبعدين انتوا الفترة دي كلها انتوا يعني عايشين ازاي؟ لا كنا مقومين محاميين. محاميين وبنجري برضك، واحد محامي عمل اسرة يعني قضية اسرة وبتاع وبتاع في مصر الجديدة وخد فلوس وبياخد مننا مبالغ وكده في جلسات ومش عارف ايه وما فيش اي حاجة، ما شفناش اي حاجة. احنا كنا بنسعى برضه. كنا بنسعى كمحامين. طب انت عندي خمس اولاد ما حدش منهم داخل مدرسة؟ خالص. ولا اتعلم؟ خالص. انا كنت نفسهم يخشوا مدرسة. انت احمد ما دخلتش مدرسة؟ كان نفسي ان انا اخش المدرسه. وبعدين؟ وانا طلعت في الدنيا كده ما اعرفش اي حاجه، وحتى لما اروح اشتغل مع اي حد من صحابي لازم بطاقتي، فانا معيش بطاقتي. طب انتوا عارفين تواريخ مواليدهم امتى؟ ايوه معايا. أيوة. يعني جايبينها في ورقه؟ بتاعت المستشفى. أيوة. كلها. بس دول عشان يطلع لهم بطاقه، يطلع لهم بطاقه ازاي؟ يعني ممكن يطلع لهم بالسن بتاعهم بدل فائد مثلا، ولا يتسننوا؟ يتسننوا. معايا طفلين صغيرين كمان، يعني معايا يوسف وليلى 3 سنين وسنه وسنه ونص. طب انت ما فكرتش توثق العقد بتاعك ده؟ لا ما فيش. حاولت كتير ودختي ما فيش. يعني 25000 من سن عبد الرحمن. ما فيش بقى دلوقتي عشان لسه لقيناها 45000. طالما الام مصريه ممكن يتجنس مصري. طب مش انت مصريه؟ ايوه انا مصريه. طب ليه ما تجنسوش بالجنسيه المصريه؟ ما فيش يعني برضو حاولنا برضو نحاول محامي وكده، ما فيش حد. ما فيش اوراق. ما لهمش اوراق كده طبعا. يعني انت لما خلفتيهم ما رحتيش للصحه وقلت ان لا رحت. انا رحت بيوسف، يعني اللي جبته اخر مره يوسف ده رحت بيه. وبعدين؟ بتاع الصحه ما رضيش يسجله لي. ليه؟ قال لي لازم لا تجيبي لي قسيمه جواز، لا تجيبي لي يعني اي حاجه تثبت ان انت مرات الراجل ده. وانا قلت له طب انا معايا القسيمه اللي هي العرفي. بص فيها اللي مش متوثقه، روحي وثقيها. طب ما توثقيها؟ طب ما اوثقها ازاي؟ مبلغ. ما انا رحت عشان اوثقها لقينا طلبوا 25000. ما هي مشكله التوثيق النهارده مشكله، لكن المشكله الاكبر ان عندي خمس اولاد ما عندهمش ما يفيد ان هم عايشين على قيد الحياه. ما فيش. يعني وما ترتب على ده بقى ان هم لو اشتغلوا مش هيبقى لهم لا تامينات ولا معاشات. هم ما فيش، مش عارفين يشتغلوا كمان. مش عارفين يشتغلوا يعني حتى لما يروحوا مصانع مش عارفين يشتغلوا. حتى يخرجوا طبعا انت عارف ان الثوره والبلد مقلوبه. ابني الكبير ده سواق، طب ما حتى بيشتغل على العربيه وكده. بس انت يعني والدتك عملت كده ليه؟ عشان الجيش. مش عارف عشان يعني ايه السبب اللي عملت ايه؟ كانت خايفه تخش الحرب ايام حرب 73 ولا؟ والله يا ريتني كنت دخلت حرب. هي كانت خايفه من كده ولا؟ كانت خايفه من كده، يا ريتني كنت دخلت الحرب. يعني انا ليه انت ساعه سن التجنيد كنت ساعتها كانت حرب اكتوبر صح؟ من تاريخ ميلادك باين. أيوة عندي كده 53. بس انت كده عندك اسره بالكامل ضحيه انك انت معكش، انت من غير بدون جنسيه دلوقتي. غير معين الجنسيه مكتوب. غير معين الجنسيه. وكان ليا ملف في ال. طب عندك باسبور؟ في المجمع خدته وسلمته تاني، ما سافرتش سلمته. تذكره مرور. اسمه تذكره مرور مش باسبور. طب ايه المطلوب دلوقتي يا استاذه؟ يعني ايه؟ المطلوب اللي انا يعني عايزه اي حد يعني واشكره ان يعمل لي حاجه لولادي. هي دي المشكله. عايزه ورق ولادي، نفسي ومنى حياتي امسك ورق ولادي. اشوف لعيالي شهاده ميلاد وبطايق. يعني زيهم زي اي شاب مصري. وبنتي اللي على وش جواز دي عايزه اعمل لها اي حاجه. مفيش بيدي اي حاجه اعملها لها.
يعني ما اي ما بنروح نوثق اي عقد من اللي معانا ما طالبين مبالغ واحنا ارزقيه. انت حتى اي حاجه النهارده تقدروا تعملوها ما لازم عايزه بطاقه. عايزه بطاقه. انت معاك صوره من شهاده الميلاد القديمه دي؟ اه. وريني كده من فضلك. دي الاساسي دي الاولانيه؟ ايوه. لا دي مش الاولانيه دي اللي هي غيرتها بقى اللي غيرتها الحاجه بقى من دي مصلحه الايه؟ سورة قيد الميلاد الأب عبد الرحمن محمد سليمان الأم مريم محمد سعيد الاسم المولود ولقبه محمد تاريخ الميلاد 17/53 ملاحظات اسم الأم بيه تصويب وبناء على قرار مصلحة الهجرة والجنسية رقم كذا تم تغيير جنسية الأب والأم من مصري ومصرية إلى غير معين الجنسية رئيس المأمورية بتاريخ 4/6/2007 هي دي الغلطة بقى اللي عملتها الولد يعني هي نفسها كان معاها جنسية هي كمان غيرت جنسيتها ايوه سابت جنسيتها أيوه. كل ده عشان بقى الإعانات اللي بياخدوهم بتاع دي الأمم المتحدة والحاجات دي ايه يا أحمد عايز تقول ايه؟ حاسس بإيه بقى وأنت يعني معكش اي حاجه تفيد شخصيتك ولا عارف تخش مدرسه يعني نفسك في ايه؟ انا مخليها على الله. طب انت ايه بتشتغل دلوقتي ولا بتعمل ايه؟ انا ساعه يوم يوم او يوم لا كده. بتشتغل ايه؟ بشتغل على موقف. لما بيلاقي الدنيا قلق تحت حكومه وكده بيقعد في البيت. اخدت يعني حد خدك قبل كده؟ لا عندي عبد الرحمن. بيتاخد؟ عبد الرحمن ابني اللي بيتاخد كتير قوي بسبب حكايه. بيطلعوه ازاي لما بيتاخد؟ بجيب اخويا يروح يضمنه اه بيروح يضمنه بس فين بقى قبل ما ربنا يوقف لنا واحد ابن حلال في الاسم ولا حاجه يخرجه تاخد كتير بسبب شهاده ميلاد بطاقه رخصه يعني بقى له فتره قاعد في البيت بسبب ان هو مش عارف ينزل عموما يعني انا بطرح هذه القضيه للراي العام ولاي حد مسؤول سمعنا او شايفنا احنا معانا اسره مكونه من 5 اطفال يعني او 5 شباب لان في منهم واحد عنده 20 سنه و18 سنه والباقيين لسه ما بلغوش سن الرشد، 5 دولت ما لهمش اي شهادات ميلاد، ما عندهمش اي هويه، ما عندهمش اي حاجه تفيد ان هم مصريين، وادي الام مصريه وفلاحه مصريه والاب بيدفع ثمن ان والدته في يوم من الايام غيرت جنسيتها المصريه بعد ما اتجوزت واحد الباني الى غير معين الجنسيه يعني ملوش جنسيه. ويا ريت يا استاذ عمرو هو اللي بيدفع الثمن، ده ال5 اطفال هم اللي بيدفعوا الثمن. يعني مش هو اللي بيدفعهم، هو كبر، ال5 اطفال دلوقتي هم اللي بيدفعوا الثمن. مش مهم ان دول بس يعني يتعمل شهاده الميلاد بتاعتهم، انا مش مهم يعني احنا مش مهم. طب حل مشكلتكم عند مين؟ تعرفي عند مين المشكله؟ لا ما هو حل مشكلتنا دلوقتي كل اللي بنساله يقول لك وثقوا العقد ونكتب عقد اللي هو رسمي ونطلع نسننهم ومش عارف ايه بس ده اللي انا كل ما لازم تعملوا كده لان كنتوا دولت ضحيتكم احمد واخواته الاربعه التانيين ضحيتكم ما تزعلش مني بكلمك بمنتهى الصراحه احنا هنعمل كده يا استاذ عمرو ما هو انتوا يعني انتوا مش مؤبدين ولا في الدنيا ما هو المبالغ جامده يعني المبلغ حكايه الترسيخ من 20 سنه كانوا 25000 بكل طريقه عشان بس اكيد في حل عشان ننزل دلوقتي لقيناها ب 45000 جنيه اكيد في حاجه اكيد في حاجه ولازم تشوف حل الموضوع الجنسيه المصريه بتاعتك تستردها ازاي وتشوف الاجراءات لازم تاخد تعمل حاجه مش عشانك عشان خاطر اولادك الحالة اللي معانا التانية حالة نورة محمد. نورة عندها 24 سنة ونسمع منها الحكاية، أهلا بيك يا نورة. إيه الحكاية؟ احكي لي. الحكاية إن أنا اتجوزت عرفي وأخذ الورقة معاه ومش وخلفت بنت هو مش معترف بيها مش راضي يعترف بيها ورافع قضية عليه. بس مش راضي يجي يعمل التحليل من وانا حامل فيها من 5 شهور وانا ماشيه في مع المحاميه. وبعدين؟ بس ما كل مشكلتي انا عايزه شهاده ميلاد لبنتي عشان ما خدتش تطعيمات ولا حاجه ولا اتسجلت ودلوقتي عندها 2 سنين. ده مصري؟ اه من الاسكندريه هو. بيشتغل ايه؟ هو فاتح كافيتيريا في الغردقه. قاعد متجوزك كام سنه نور؟
سنة. سنة. طب انت ليه ما اتجوزتيش رسمي؟ عشان هو متجوز، بس هو وعدني ان هو ان احنا نتجوز رسمي. هل الجواز اللي انتوا عملتوه كان فيه شهود عليه؟ لا. يعني عادي الجواز ما كانش فيه شهود عليه؟ لا، كان في بنت واحدة بس اللي تعرف يعني، ما كانش فيه شهود. لا انا بتكلم على التوقيت. لا لا. لما عرف انك انت حامل عمل ايه؟ انكر، قال لا مش بنتي. لا، لما كنت حامل هل طلب منك انك انت تجهضي الطفل مثلا؟ لا، هو طلب مني بعد ما انا ولدت وكده ومع المحامية وكده ان انا يعني ارميها يعني واروح اعيش معي. وبعدين؟ بس فانا رفضت، لان وانا بولدها عمل يعني حصل عملية جامدة وشلت الرحم، وهي تعتبر بنتي الوحيدة يعني. مش ممكن تخلفي تاني بعد كده؟ ما ينفعش اخلف تاني. هل رفعت عليه دعوة قدام محكم الأسرة عشان طيب، وتم إيه في القضية؟ بتتأجل جلسات في جلسات وتتعرض على قاضي تاني كده يعني. بنتك اسمها إيه؟ زينة. وعندها كم سنة دلوقتي؟ سنتين. سنتين، ولغاية دلوقتي ملهاش شهادة ميلاد. أه. طب المحامين قالوا لك إيه الإجراءات اللي ممكن؟ إن القضية بتطول وبتاخد وقت، وإن هو كمان في الغردقة مش هنا في مصر، كل شوية بتسافر إعلانات، إعلان لي وإعلان مرة يستلم وإعلان مرة لأ، وجلسات بنحضرها بس ما فيش نتيجة. عموما يعني أنا طبعا قلبي معاكي ومش عارف أقول لك إيه يا نورة، لكن يعني إن شاء الله تقدري تثبتي يعني برضو هو في خطأ واضح في الموضوع من بدايته. هو حتى لو أنا يعني غلطانة أنت متعلمة؟ لا، أنا طالعة من سنة رابعة. والدك عايش؟ والدتك عايشه؟ موجودين. كانوا موافقين على الجواز بالطريقه ديت؟ لا، انا من صغري اصلا وانا بشتغل يعني. بتشتغلي فين؟ بشتغل عند ناس في القاهره من وانا عندي 9 سنين تقريبا. بس هي واحده صاحبتي اللي عرفتني على الشغل في الكافيتيريا وفي في الغردقه وكده، فحبيت ان انا اروح معاها. يعني متحملي نفس الجزء اللي بتقوليه؟ هو انا يعني غلطت بس يعني لو انا غلطانه انا دلوقتي معايا بنت يعني واحده ملزومه مني اصرف عليها واعلمها واطلع لها شهاده ميلاد، هو ده اللي انا عاوزاه مش اكتر. عموما يعني ان شاء الله من خلال الاجراءات القانونيه تقدري تغذي تثبتي النسب. انا الحقيقه يعني مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ محمد، اتمنى ان كنتوا يكون في مسؤولين يسمعونا ويقدروا يساعدوكوا في الموضوع دوت. اتمنى لو يعني حد في وزاره العدل ممكن يتجهوا ليه، او حد في مصلحه الهجره والجنسيه، او وزاره الداخليه، ان احنا نساعد حاله محمد عشان خاطرنا، حتى عشان خاطر 5 اولاد يعني. يعني الاولاد. واتمنى ان نوره تقدر توصل الى حل قانوني عشان تثبت بيه ان بنتها موجوده على قيد الحياه وتقدر تبقى مواطنه صالحه وليها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. انا بشكر حضراتكم جدا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنقابل حالات اخرى ايضا يعني مواطنين معهمش اي حاجه تفيد ان هم مواطنين او ان هم اساسا موجودين. بعد الفاصل. رعاية اهلا بحضراتكم مره تانية في بوضوح، وما زلنا مع موضوع مواطنون بلا هويه. زي ما قلت موضوع معقد جدا، ان انسان يتولد على ارض البلد وما عندوش شهاده ميلاد. الاسباب متنوعه يعني، يمكن قبل الفاصل شفنا لاسباب خاصه ان الام غيرت الجنسيه بتاعت ابنها، فالنتيجه كده انه خلف 5 اولاد ما عندهمش جنسيه مصريه، ما عندهمش شهادات ميلاد. والحاله الثانيه انها اتجوزت عرفي والنتيجه كده انها لم تثبت انها عندها بنت شرعيه، فما عندهاش شهاده ميلاد، والبنت حتى الان مش عارفه تعمل لها ايه. بعد الفاصل احنا دلوقتي هنلتقي بحالات اخرى بموضوعات اخرى. خلوني ارحب بس اولا بضيوفي اللي هيكونوا معايا. استاذة حنان الصعيدي، امين عام جمعيه الفسطاط الجديده، اهلا بيكي. وهي من الجمعيات المهتمه جدا بهذا الشان الاجتماعي. ومعانا حالات، معانا حاله السيده انتصار حسن محمد، اهلا بيكي يا مدام انتصار. ومعانا حاله الطفله شاهد، والطفله شاهد عندها 14 سنه، فطبقا لقانون الطفل احنا مش بنظهر وجهها احتراما للقانون وتنفيذا للقانون، لكن الحقيقه القصه في حد ذاتها فيها بعد. وموجود مع شاهد الست جمالات، ودي حماة اخوها
لان والده شاهد انتقلت الى رحمه الله. اهلا بك يا ست جمال. خلوني ابدا الاول مدام انتصار حسن محمد، عندك 36 سنه. ايوه. وعندك اربع اولاد. ايوه اربع اولاد. احكي لي بقى الموضوع ايه. الكبير فيهم في سنه خمسه ابتدائي، واللي اصغر ثانيه، وفي اثنين تانيين ست سنين واربع سنين. دول ما فيش ليهم شهاده ميلاد. يعني الكبار عندهم شهادات ميلاد؟ انت عندك اسمهم ايه؟ هاشم. هاشم ومحمود. هاشم ده في خمسه ابتدائي. خمسه ابتدائي. ومحمود في ثانيه ابتدائي. هاشم ومحمود عندهم شهادات ميلاد؟ عندهم. وعندك مين تاني؟ محمد. هي محمد ودنيا. دول ما عندهمش؟ دول لا ما عندهم. طب ليه دول عندهم وليه دول ما عندهمش؟ كان ساعتها في البطايا كانت موقوفه بسبب هدد اسطبل عنتر، كانوا مانعين البطايا. فالاب. من سكان اسطبل عنتر. من سكان اسطبل عنتر. اه. فكانت البطاقه بتاعت الاب مش موجوده، وطبعا انا كنت والده. فما ينفعش ان انا اعمل كده. البطايه مش موجوده ليه؟ كانت ضايعه منه، والبطايه كانت موقوفه بسبب كان في هدد. كان في نظام ازاله سكان بسبب المناطق العشوائيه وكده كانوا بيشيلوا فيها. فطبعا كانوا واقفين البطايه. فما ينفعش ان الاب يعمل، فالمفروض الاب هو اللي بيعمل شهاده الميلاد. فطبعا استنينا، قعدت فتره الشهايد جت بعد كده موضوع الثوره، فما عرفناش. عقبال ما عمل البطاقه كانوا العيال كبروا. فطبعا حاولنا، رحنا الصحه وكده، ورحنا كذا مكان، حولونا على كذا مكتب، ما عرفناش نعمل لهم شهاده الميلاد. فدلوقتي عندها ست سنين، هتخش المدرسه السنه دي. فمش يعني عايزه لهم شهاده ميلاد زي اخواتهم، ان هم يتعلموا، ان هم يبقوا زي اخواتهم. ست انتصار، هل كل اللي ساكنين في عشوائيات عندهم مشاكل في ان هم يطلعوا شهادات ميلاد لاولادهم؟ في ناس كده، في ناس كده. ده راجع لايه؟ لان هم الحكومه مش معترفه بالمكان نفسه يعني؟ لا مش معترفه في يعني مكان. يعني احنا دلوقتي حاليا في جنبنا بيوت وقعت. في ناس بقى لها فتره، يعني بقى لهم بتاع سنتين دلوقتي، لسه مدينهم مفاتيح الشقق، فراحوا برضه ما عرفوش يوصلوا الشقق بتاعتهم. في بيت تاني جنبينا جاي له ازاله برضه وقع، صحابه برضه قاعدين فيه، قاعدين مهددين. فحاليا بيقولوا في هدد جاي في شهر 6، فالله اعلم برضه احنا هنروح او لا. ف بتبقى واقفين البطايق بسبب مشكله زي كده. انا اللي عايز اوصل له حضرتك. أيوة. هي فكره، هو ليه اولادك الاثنين التانيين ما طلع لهمش؟ انا عارف الموضوع اصلي. أيوة. ان انا بنزل عشوائيات كتير. أيوة. وبلمس ده الحقيقه، وانا عارف ان في مشكله في المناطق العشوائيه، ان اغلب الاطفال اللي بيتولدوا. أيوة. فيها ما بيطلع لهمش شهادات ميلاد. أيوة. نتيجه ان هم الدوله مش معترفه، والمشكله بتبدا تواجه الاب والام لما يبداوا يروحوا المدرسه. فالمدرسه تقول لهم هاتوا لنا ما يفيد شهاده الميلاد، او هاتوا لنا ما يفيد ان. أيوة. المكان الجغرافي عشان ندخل المدرسه. وبعدين صدر اظن مؤخرا قرار باستثناء بعض الحالات ودخولها من غير الاوراق دي. هل انتوا بتعانوا من ده؟ يعني هل ولادك الاثنين دولت اللي هم ما طلع لهمش شهادات ميلاد نتيجه انك انت عايشه في منطقه عشوائيه؟ ايوه، في منطقه عشوائيه، وبسبب ان الاب ما كانش في وقتها معاه بطاقه، فما ينفعش حد يطلع له. رحنا مكتب الصحه، ما ينفعش، قلنا ما ينفعش، لازم البطاقه. ففي وقتها ما كانش فيه. طب ده حصل يمكن مع واحده، طب مع الثانيه برضه ما كانش؟ مع الثانيه كانت ظروف عائليه. وابوهم بيشتغل ايه؟ سروجي. سروجي. انتوا منفصلين ولا متجوزين؟ لا موجودين الحمد لله. موجودين. طب انت شايفه حل مشكله ولادك ايه؟ يعني انت عندك النهارده محمد ودنيا ما عندهمش حتى الان شهادات ميلاد. محمد عنده قد ايه دلوقتي؟ اربع سنين. اربعه. ودنيا؟ ودنيا سته، شهر اربعه اللي فات تمت ست سنين، يعني المفروض ان هي تخش المدرسه السنه دي. لا ده عندها شهاده ميلاد ولا ده عندها؟ طب الحل في ايه بقى؟ شايفه المشكله؟ الحل ان انا نفسي عايز اعمل لهم شهاده ميلاد. في ناس قالوا ممكن محامي يطلعها وكده، فدي هتصرف كتير علينا. فابوهم ارزقي. طبعا انت عارف من ساعه الثوره وكده الشغل البلد حالها واقف يعني كده. هل مثلا رفعتوا دعوه قضائيه؟ هل حاولتوا تسننوهم وتقدموا ما يفيد؟ لا صراحه ربنا لا. انا يعني واحده فعلت خير، انا بحكي قدامها مشكلتي ان انا نفسي اعمل لهم شهاده، ان حد يقف جنبي، فكده فهي واحده اللي وصلتني هنا لحضرتك. المكتب اللي عندنا في مصر القديمه وصلوني هنا، حضرتكم ساعدونا في شهاده الميلاد. عموما احنا يعني احنا بنعرض الموضوع للراي العام، واتمنى ان يعني المسؤولين في الدوله، يعني احنا عندنا دلوقتي ام ظروفها الاجتماعيه ادت ان هي تبقى عايشه في عشوائيه. وعلى فكره يعني هذا الكلام انا اخاطب بيه السيد رئيس الوزراء تحديدا، لان هو يعني يراس مجلس الوزراء بالكامل وكل الوزراء المعنيين تحت رئاسته. المشكله يا سياده رئيس الوزراء ان اغلب سكان المناطق العشوائيه اولادهم ما بيطلع لهمش شهادات ميلاد
نتيجه ان هم مولودين في مناطق عشوائيه ومكاتب الصحه لا ترفض ان هي تطلع لهم. هذه المشكله. ومن ثم المدارس كمان بترفض انها تايدهم في المدارس وتدخلهم مدارس. هو الموضوع محتاج حل، مش حل لازمه العشوائيات لانها ازمه كبيره وعندنا 1126 عشوائيه، لكن هي الازمه ازاي نقدر نحل مشاكل اسره زي دي، ست عايشه في منطقه اسطبل عنتر، وفي اللي عايش في الدويقه، وفي اللي عايش في بطن البقره، وفي اللي عايش في عزبه القرود، وفي اللي عايش في يعني اماكن كتيره جدا. ازاي نقدر ان احنا نحل مشاكل الناس كلنا على حده لغايه ما نحل المشكله الكبيره اللي هي العشوائيات نفسها يعني. فلازم يكون في تدخل بقى من وزير الصحه، من وزيره التضامن الاجتماعي، عشان خاطر نقدر نحل هذه الازمه عشان تقدري تطلعي. فانا بنشدهم بالنيابه عنك ان هم يساعدوكي في استخراج شهادات ميلاد لاولادك، لان هم موجودين على قيد الحياه. ازاي عندي طفله عندها 6 سنين وطفل عنده 4 سنين وما عندوش؟ وبعدين قابلتني مشكله، كان ابني اللي هو 4 سنين دوت كنت في ابو الريش بيه، كان عمل عمليه في رجله، فطبعا دلوقتي بيطلبوا شهاده الميلاد، بتجيب لهم ورقه المفروض من الصحه بتثبت ان هو يعني ان هو مؤيد في الصحه مثلا تبع مصر القديمه تبع المنطقه اللي احنا فيها. طبعا انا ما عرفتش اجيب الورق ده، فحصلت برضو مشكله، ابني عاد العمليه تاني وعملنا مشكله بسبب الدكاتره عادوها له، العمليه ما طلعتش ناجحه وعادوها، وعملنا مشكله بسبب ان هم عايزين الورق دوت وان هم لا هي ما طلعتش ناجحه. دي مش خاصه بمشكلتك. ايوه ما انا فاهمه، ما لكن هي مشكله انك انت عايزه انك انت تثبتي ان هو ليه تامين صحي مثلا. ايوه كانوا عايزين مني انا ورقه من التامين الصحي. فطبعا دي انا ما عرفتش اجيبها، قلت لهم ما فيش شهاده وكده، قالوا مش مسؤوليتنا. طبعا بعد ما دخل العمليات، طبعا الكلام ده لو كنت قلته قبل ما يخش العمليات ما كانوش هيدخلوه. انه شهاده ميلاد، انه ما فيش شهاده ميلاد. يمكن دي حاله معانا، حاله الطفله شاهد عندها 14 سنه، والدتها كانت متجوزه مرتين، الاول انجبت منه وبعدين توفى، واتجوزت عرفي عشان تقدر تحافظ على المعاش بسبب يعني من غير علم اهلها. ووالده شاهد انجبتها في الريف ورجعت لاهلها وما قالت لهمش على اسم والد البنت، ودلوقتي الام كمان توفت ومحدش يعرف والد البنت، وشهد دلوقتي ما عندهاش شهادة ميلاد. نسمع من شهد الحكاية ونسمع من الست جمالات حماد أخوها الموضوع. إيه شهد الحكاية زي ما أنت عارفها؟ قوليها لنا. أنا طلعت يعني. أنت عندك كم سنة حبيبتي؟ أنا مش في 14. أنا طلعت بقى يعني إيه؟ أنت عارفة مولودة يوم كام؟ شهر كام؟ سنة كام؟ لا. ما تعرفيش؟ لا ما تعرفش. ما تعرفش؟ لا. وأنا حضرتك إن أنا كنا برضو في انفصال بيننا وبين والدتها. لان هي كانت حماد بنت وكان في زعل بينا. طبعا احنا لما ماتت اتصلوا بين الناس اللي هي جنبينا، اتصلوا بابنها ان امراه امك اتوفت، كان لي اخ مسجون وهو ما فيش الا هو محمد ده. طبعا رحنا يعني طلعناها ولقينا العيله دي معاهم، قالوا دي بنتها وسابتها. احنا فتشنا في الورق والحاجه بتاعتها، لقينا ناس مدينا بطاقه ومدينا بتاع اللي هم بيقبضوا بيها المعاش، الفيزا، رقم الفيزا، بس ما فيش حاجه تثبت ان هي متجوزه او مين ده ابوها او اي حاجه، ما عرفتش. طبعا انا خدتها عندي لان ده عيله وما لهاش حد. وهي ما قالتلكيش قبل ما تموت ان عندها بنت؟ ما كنتش بقابلها. انا ما قالتش لحد من اهلها؟ لا 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 ما قالتش، وخافت ان تقول لعيالها علشان خاطر ابنها كان مش هيسكت، لان هما كانوا جدعين ما كانش هيسكت. هي اتجوزته وخدت بعضيها وقعدت في مكان ريف ومحدش كان يعرف عنها. طب جوزها ده موجود؟ ما اعرفش ولا نعرف. يعني ما تعرفيش مين ابو شهد؟ لا ما شفتهوش؟ لا ما اكذبش والله ما اعرف، واقسم لك بالله ما اعرف. وشهد عايشه عندك ليه؟ عايشه عندي، هي بقى لها 3 سنين عندي. واسم امها اهو، امها ميته بقى لها 3 سنين والرابعه جايه دي. شوف دي ولا ورقك كنت الاسم بتاعكم؟ لا ده اسمي. لا ده اسمك انت، اسم الام افكار عبد الجيد عبد الجواد، مظبوط؟ دي والدتك؟ يعني انت حمات اخوها، اخو مين بقى؟ اخو شهد؟ يعني. يعني هي مخلفه من جوزها الاولاني؟ مخلفه منه ايه؟ احمد ومحمد. وطبعا محمد ده جوز بنت.
محمد ده جوز بنتي. وبعدين انا خدتها بنقن ان انا اربي تقعد معايا مع ما لهاش حد. بنتي اللي هي متجوزه اخوها بتشتغل في مدرسه ومعاها ثلاث بنات، واخوها عيان بعد عنك عنده المراره ما بيشتغلش يعني، وعنده ورم في جسمه برضه ما بيقدرش يشتغل. بنتي شغاله فراشه في مدرسه حسن السويدي اللي هي في الفرنساوي، ومعهاش ان تجاهد يعني على الاربعه. انا قلت لها انا اعتبرها ان معايا، وهو قعدها معايا وخلاص. بس انا ضميري برضو النبي لو يجعل لهم اهل الخير يطلعوا لها اي ورقه تثبت ان هي عايشه، عشان انا برضو مش ضامنة ان اربيها ولا ما ربعهاش. ما هي جايز ان انا اموت، هيبقى طريقها الشارع. ارجوكوا النبي. بص يا ست جمالات، انا عايز اقول لك حاجه. انت ست محترمه يا رب يخليك، والله العظيم يا رب يخليك. واللي انت عملتيه مع شهد ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يخليك، ويتقبله ويتقبله منك. انا عايزه بس انك انت سترتي بنت. يكمل جميل الاهل الخير يساعدوني. طيب. على ورقه خليني اسمع من شهد عشان افهم منها اكتر عشان نحاول نساعدها. شهد انت احكي لي بقى الفتره اللي هي قبل ما تروحي عند ست الحاجه جمالات، كنت عايشه مع مين؟ كنت عايشه مع امي واحمد اللي هو اخويا دوت، كنا عايشين مع بعض احنا الثلاثه. اخوها اللي هو في محمد. مش بقول لك ما خلفها. كنت احمد اخوك يعرف انك انت اخته؟ ما هو كنا عايشين مع بعض، وهو كان هو من اب وانا من اب، بس احنا الثلاثه من ام واحده. يعني جوز بنتك عارف ان هي اخته؟ عارف. ما احنا الناس ادوهالنا. انا رحت لقيتها بعد عنك متغسله ومتكفنه وكله ناقص على ان يودوها، حتى الناس اللي هم كانوا قاعدين معاهم حكموا ان يدفنوها، قالوا ده عايشه باحترامها وكويسه، دفنوها في الشرفة عندهم، ما رضوش يدوهالنا وقالوا لا هندفنها عندنا لان هي عايشه مده معانا وهندفنها عندنا. بس الامانه دي سايبها لكم، قلت انا اخدها بس كل ما مدى عايزه شهاده. انت ما تعرفي يعني انت عندك 14 سنه ما دخلتيش مدرسه حبيبتي؟ لا طول الفتره دي ما دخلتيش مدرسه؟ لا ما دخلتش وما معهاش حاجه تثبت. ده في عربيه خبطتها ديك النهار ما عرفتش ادخلها المستشفى بعجوبه. لو ما عيطت خليني استاذنك اسمع منها بس. طبعا احنا يعني زي ما قلت لحضراتكم احنا يعني التزاما بقانون الطفل بنمنع ظهور وجه الطفل شاهد احتراما لقانون الطفل. لكن شاهد احكي لي، طب انت تعرفي والدك؟ ما شفتهوش قبل كده خالص. يعني على مدار ال 14 سنه ما شفتيش ابوكي؟ لا ما شفتوش. ما يا ريت اعرف انا، يا ريت. يعني لو انا اعرف هشحت في كل ده ما كنت قلت لهم على مكان، والله كنت قلت لهم على اسمه. ما اعرفش. طب ما تعرفيش طول ما انت كنت عايشه مع ماما الله يرحمها هو ليه بابا ما سماكيش باسمه؟ ما اعرفش. انا بقول لك يعني انا كبرت لقيت نفسي مع اخويا وبيقولوا لي امك اتجوزت عرف وكده، ما اعرفش. انت كنت عايشه مع ماما؟ كانت شغاله في القصر. كانت شغاله في القصر وعمل لها دكتور من ضمن الدكاتره عمل لها معاش. احنا ما ماتت فتشنا بقى على ذمه اي حاجه. كانت شغاله ايه والدتك؟ عاملها في القصر العيني. عامل لها بقى معاش وورقه اللي هم بيقبضوا بيها دي، هي اللي كانت في البوك الفيزا. طيب يعني انت الفتره دي كلها اللي انت عايشاها مع والدتك يعني ما قالتلكيش اسم والدك ايه حتى؟ سالتيها؟ ما سالتهاش قبل كده على اخوكي. سالها؟ معرفش. ما تعرفيش ابوك؟ طب ما فيش حد يدور عليكي قال ليه بنت عندكم؟ لا لا لا، هو ما كانش، كانت كاتمه على ذمه ان عيالها لو عرفوا مكانه هيموتوه. احمد دوت شقي. عرفت ان هو موجود في اي مكان هقطع لك رقبته. كانت تخاف تقول لك احبس ابني منها، احبس ابني وما طلبتش منه حاجه. احمد كان عايش معاكم؟ وانا كنت انا واحمد وامي، كنا محمد قاعد معانا، وبعدين ما اتجوز بقى راح جه اكتوبر هنا. لكن احمد يعرف ابوكي؟ لا. يعني هي لما اتجوزت ابوها احمد ما كانش عايش معاهم؟ لا لا، هي اتجوزت في السر.
في السر وراحت للفيوم. طبعا ما يعرفوش عنها. امال عرف امال احمد عرف ازاي ان 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 شهد بنت اخته؟ جت على كبر. على كام سنه بقى؟ على ما اعرفش. يعني انت احمد عرف كنت عندك كام سنه؟ مش عارفه. انا ديت ثالث سنه اعيش مع، يعني مثلا كنت عندي 14 كده 11 ولا ايه. يعني هو عارف انك انت اخته بعد لما كبرتي؟ مش وانت صغيره؟ لا ما خافت نفسها. ما نعرفش عنها. ما تعرفيش اي حاجه خالص عن ابوكي ولا تعرفي اي حاجه؟ وداخوا عليها. طيب ما سابتلكيش ماما الله يرحمها اي حاجه، ورق تقول اي معلومات؟ احنا فتشنا في الشقه كلها ما سبناش حته فيها. لقيت البصبور بتاعها. مفيش صوره حتى لجوزها معاها؟ مفيش اي حاجه؟ لا لا مفيش. اللي لقيناها الفيزا والبطاقه بس. والبطاقه مكتوب فيها انها متزوجه ولا القديم؟ القديم. يعني ما عملتش تعديل؟ لا لا. طب وانت عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه ايه قولي لي؟ انا مش هخش المدرسه زي الليالي. بشوف العيال اللي طالعه المدرسه افضل عايز. طب ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش يا بنتي، ما تعيطيش. ان شاء الله ربنا يعني ييسر الامور ان شاء الله. و يعني هو مطلوب دلوقتي الشهد حاجه جمالات، شهاده ميلاد. شهاده ميلاد. وانا لو انا كنت بشتغل قعدت لاني عامل عمليه ورجليا ما بقدرش، عامله زي المشلوله ما بقدرش امشي ما بقدرش. اتمنى ان يكون في اي مسؤول يكون شايفنا دلوقتي وشايف حاله شهد طفلة عندها 14 سنة لا حول لها ولا قوة، وما اتجوزت عرفي وماتت وما عندهاش شهادة ميلاد وما تعرفش مين أبوها. إذا هي حتى ما تعرفش مين أبوها، فالمفترض إن احنا نحافظ على البنت دي من الضياع، إن احنا نطلع لها شهادة ميلاد. لأن البنت دي لما طلع لها شهادة ميلاد والبنت بتعيط لأنها ما اتعلمتش وما دخلتش مدرسة وعندها 14 سنة، ذنبها في رقبتنا كلنا من كبرنا لصغيرنا. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره تانية في بوضوح مع هذا الملف الشائك، ملف مواطنون بلا هويه. وزي ما قلت وقدمتها قبل الفاصل الاستاذه حنان الصعيدي امين عام جمعيه الفسطاط. الحقيقه الجمعيه دي يعني هي من الجمعيات المهتمه جدا او بتساعد الاطفال اللي بلا هويه زي شهد وزي انتصار، وبتحاول تطلع لهم شهادات ميلاد. اعرف منك انتوا بتعملوا ايه؟ يعني عملتوا ايه مثلا لحاله شهد؟ عملتوا ايه لحاله انتصار؟ هي في اولا احنا بنشتغل على اكتر من محور كده. عندنا مثلا خط نجدة الطفل، احنا جمعية بتتلقى بلاغات خط نجدة الطفل طول الوقت من بدء انشائه على مستوى جنوب القاهرة كله. كتير جدا من الحالات بتتحول لنا هي الحالات دي. احنا عندنا محامي خاص بالجمعية بيتحرك على الحالات اللي ممكن حضرتك القانون ما يبقاش فيها صعوبة. يعني حالة زي حالة شهد لو والدتها عايشة زي الحالات اللي عملناها قبل كده، بنعمل شهادة ميلاد باسم الأم زي ما قانون الطفل ادى الحق ده، ممكن ما كانش يبقى الاب موجود لكن المشكله ان والدتها توفت. في مثلا عندنا حاله زي حاله الطفله زين، اعتقد كانت من ضمن الحالات اللي كانت موجوده النهارده، قدرنا برضو نعمل لها شهاده ميلاد باسم الام. لكن في حالات لا احنا بنقدر لا القانون ينفع ان احنا نعمل بها حاجه زي حاله شهد مثلا كده. يعني حل شهد ايه دلوقتي؟ يعني ان احنا نختصم الدوله، ان احنا نرفع قضيه على الدوله يعني من منطلق قانون الطفل، لان حق الطفل ان هو يكون له شهاده ميلاد. اي طفل حتى اطفال الشارع دلوقتي بقينا بنعمل لهم شهاده ميلاد. لكن للاسف احنا وكمان عندنا اشكاليه مصر القديمه بالذات، عزبة ابو قرن واسطبل عنتر وخير الله وكل الاماكن دي للاسف ما بيعملوش بطايق للاهالي. وبالتالي كل الولاد اللي بيتولدوا ما بينفعش ان هم يعملوا شهادات ميلاد. مشكلة كبيرة جدا. قدرنا قبل الثورة نعمل عدد حوالي 40 حالة عن طريق ان احنا وزارة الداخلية كانت بتبعت لنا العربية اللي هي نصور في الجمعية ونعمل لهم الأوراق الرسمية في الجمعية والكلام دوت، ودي عملناها مرة واحدة. بعد الثورة ما عرفناش نعمل أي حاجة. مرة قالوا لنا ان العربيات لما بتنزل بتتكسر فمش هنقدر نعمل ده. مرة تانية ان رجع يبقى في حظر على
الاماكن العشوائيه اللي بيقع فيها بيوت والكلام ده ان هم يعملوا بطايق، فدي بقت برضو مشكله. يعني حتى احنا بقوه القانون ما كنا في حالات ما بنقدرش نعملها، يعني حاجه ظالمه، يعني انا حاجه غريبه جدا ان ما يبقاش في طفل عنده هويه، يعني حاجه صعبه، بس احنا مش بنقدر ان احنا نعمل فيها حاجه بشكل قانوني. فحلنا الوحيد حقيقي ان احنا نرفع قضيه على الدوله. على مين في الدوله؟ على رئيس الدوله. يعني المفترض يعني السلطه التنفيذيه هي اللي، ومن يملك ان يطلع الشهاده يطلع لها شهاده ميلاد؟ لا وهي يعني عايشه قدامي اهي، يعني لحم انا عايزه اقول لسعادتك بفترض في حاجات، يعني في حالات انسانيه ممكن ان احنا نعملها، زي ما مثلا ما هي اخواتها موجودين، طب ما هي في شهود ان امها هي دي امها اللي هي اللي خلفتها، في امها كانت بتشتغل شغلانه مثلا وطالع لها معاش، يعني في عندنا من الاثباتات اللي ممكن تحتاج روح القانون بقى، عارف حضرتك، ما تبقاش المساله جامده، لا ابقى ببص للطفله دي واقول لو انا ابني او بنتي مكانها طبعا هعمل ايه، يعني حاجه صعبه. يعني هل في قانون بيحمي ساقيه القيد بشكل عام؟ خالص مفيش. لا وبعدين ده في القانون، حتى قانون الطفل يا فندم ما بيت يعني ما بيتطبقش بالشكل اللي المفروض هو يتطبق، يعني الحقيقه بيه حاجات كتير جدا جدا، يعني لا في التعليم ولا في ساقط القيد ولا في طفل الشارع ولا الكلام ده كله خالص. هل عندنا احصائيه تقول عندنا كم واحد ساقط قيد في مصر؟ لا دي ما قدرناش ناخدها، يعني حتى المجلس القومي للطفوله والامومه يعني ما حاولنا نرجع، هي للاسف مش حاجه دقيقه، ما نقدرش نقول. احنا بتقابلنا حالات يعني عارف حضرتك بالمصادفه، يعني احنا بنشتغل خط نجد الطفل مثلا يحول حالات، احنا عندنا قيادات مجتمعيه فممكن يدلوا يعني الناس على الجمعيه، ممكن نلاقيهم احنا بنشتغل في حل قضيه عماله الاطفال، واحنا بنراجع اطفال متسربين مثلا من التعليم فنكتشف ان ما فيش شهادات اصلا، فهم عشان كده هم متسربين وما دخلوش التعليم، وده منهم عدد كبير جدا وحالات كتير جدا عندنا، يعني ممكن تكون دي حالات بسيطه. احنا عملنا اللي قدرنا نعمله لحد دلوقتي في خلال سنتين 150 حاله ساقطي قيد لاطفال، لكن غير كده ما قدرناش. عموما احنا معاكي في حاله يعني شهد كبرنامج لغايه ان شاء الله باذن الله ما نقدر ان احنا نطلع لها شهاده ميلاد. عايز اعرف انتصار وضعها، عندها ولدين عندهم شهادات ميلاد، ولدين ولد وبنت ما عندهمش نتيجه ان هم موجودين في منطقه عشوائيه. بالظبط. اولا بشكل عام كم في الميه من الاطفال اللي بيتولدوا في مناطق عشوائيه ما عندهمش شهاده ميلاد؟ لا حضرتك ممكن تقول 60% على الاقل، يعني 60%. طبعا حالات كتير جدا جات لنا بنفس الحاله، عزبه ابو ارنه وخير الله كتير جدا، وحاولنا نتدخل على قد ما نقدر وبوسائط وبعلاقات وحاجات كتير. الحل عند مين في الازمه دي؟ رئيس الحي قال دي مش سلطتي دي سلطه المحافظه، فالمحافظه تقول لك لا دي مش سلطتي ده الكلام ده جاي من وزاره الداخليه. تصور حضرتك ان احنا لحد دلوقتي ما قدرناش نجيب القرار اللي طلع بيقول ده، عشان هو في الاخر يبدو ان ما فيش قرار. طب يترتب على ده انهم ما يخشوش مدارس طبعا. طبعا وانا حاجات كده طبعا في عندنا حالات كتير بالشكل ده. طب ممكن نساعدها ازاي مثلا؟ دي هي حالتها اسهل حاله الحقيقه، يعني نساعدها بان الدوله ما تتعنتش، وبان هي تعرف ان حق الطفل على الدوله ان هو يبقى له شهاده ميلاد بس، لكن هي ما فيش اي حاجه، الاب موجود والام موجوده وفي زواج رسمي وفي ولاد قبل كده عندهم شهادات ميلاد، المساله سهله جدا. لكن طبعا تروح تعمل ده مثلا في السجل المدني فيقول لك لا اصل احنا عندنا قرار ان احنا ما نعملش لمنطقه كذا ومنطقه كذا ومنطقه كذا، كان دول مش موجودين في الدنيا، يعني كان دول مش من رعايا جمهوريه مصر. عموما انا بأثمن اللي انت بتعمليه في الجمعيه مدام حنان، وبشكرك وربنا يعني يتقبل منك الاعمال دي انت وكل زملائك اللي بيعاونوكي، واتمنى انك انت تقدري تصلي لحلول واحنا معاكي ان شاء الله، لان احنا عندنا في مصر الاف الحالات. احيانا ساعات بنقرا كده في الجرايد يقول لك لقوا واحد مقتول في الصحراء ولما يدوروا عليه ما يعرفوش يوصلوا هو مين، ده أساسا اتولد من غير شهادة ميلاد وعاش من غير شهادة ميلاد ومات من غير شهادة وفاة. ما أكثر اللي موجودين النهاردة في المناطق العشوائية، وما أكثر اللي عندهم مشاكل شخصية بترتب عليها أطفال بدون شهادات ميلاد. الموضوع جد خطير، لكن في الأول وفي الآخر اللي بنؤكد عليه في الحلقة النهاردة إن الدولة مسؤولة إنها تطلع لكل طفل بيتولد وعايش شهادة ميلاد، زي ما هي مسؤولة إنها تطلع له شهادة وفاة، زي ما هي مسؤولة عن ضمانه الاجتماعي وعن تأمينه الصحي.
دي مسؤولية الدولة مش مسؤولية الطفل أبدا إن هو يدفع ثمن أخطاء الآخرين حتى لو كانوا الآخرين دول أبوه وأمه أو حتى الحكومة اللي بتحكمه. دي رسالة بوجهها النهاردة من خلال برنامج بوضوح، وأتمنى أن تصل إلى المسؤولين في الدولة. ألا قد بلغت، اللهم فرج. بشكركم جدا، صباح على خير.